أهلا بكم. تطورات متسارعة شهدتها منطقة الخليج فيما يتعلق باستهداف ناقلتي نفط سعوديتين بواسطة جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن. الرياض أعلنت على الفور وقفا مؤقتا لجميع صادراتها عبر مضيق باب المندب. جماعة أنصار الله الحوثية لم تكتفي على ما يبدو باستهداف الناقلتين السعوديتين، بل أعلنت عبر وسائل إعلام موالية لها إطلاق طائرة من دون طيار باتجاه مطار أبوظبي الدولي، الذي اعترف بذلك لكنه أعلن أن حركات الطيران لم تتأثر بهذا الأمر. اللافت في كل ذلك هو تحذير قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني للولايات المتحدة بأن البحر الأحمر لم يعد آمنا بوجود القوات الأمريكية فيه. بالطبع لا يمكن قراءة كل ذلك من دون الإشارة إلى تهديد الولايات المتحدة سابقا لإيران بفرض عقوبات اقتصادية عليها ستشمل شحناتها النفطية، وهو ما قبلته الجمهورية الإسلامية بالتحذير من أن إن حدث ذلك فسيسري على جميع المصدرين للنفط في منطقة الخليج. فلينذر التطور الأخير في البحر الأحمر بتصعيد للعمليات المباشرة وغير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن يعترف بتعرض ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر لأضرار وصفها بالطفيفة جراء صاروخ أطلقته عليها حركة أنصار الله الحوثية. كما أعلنت السعودية عن تعليق فوري مؤقت لاستخدام مضيق باب المندب جنوب غربي اليمن ممرا لساطراتها النفطية. هذا الإعلان جاء بعد أن أعلن الحوثيون استهدافهم لما قالوا إنها بارجة الدمام العسكرية السعودية في المنطقة. أيا تكن طبيعة السفينة المستهدفة مدنية أو عسكرية، فإن هذا الهجوم لا يخلو من دلالة في توقيته ومكانه، فهو أولا يمثل تصعيدا جديدا للنزاع في الحديدة، المحافظة التي تشهد نوعا من التهدئة لإفساح المجال أمام الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل جزئي أو مرحلي يجنب مدينة الحديدة احتمال التعرض لمعركة كبرى للسيطرة على مينائها الاستراتيجي. وثانيا فإن هذا الهجوم لا يبدو معزولا عن تأثير التوترات الإقليمية من حوله، فمنذ أيام فقط كان الرئيس الإيراني حسن روحاني يرجح أن تتعرض إمدادات النفط في المنطقة للخطر إذا أصرت الولايات المتحدة الأمريكية على منع إيران من بيع صادراتها النفطية. ثم جاءت تصريحات قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني التي اعتبر فيها أن البحر الأحمر الذي كان آمنا في السابق لم يعد آمنا الآن بسبب الوجود الأمريكي، كما قال محذرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إمكانية إشعال أي حرب مع إيران، مؤكدا أن طهران قادرة على إنهاء مثل هذه الحرب حال اندلاعها على حد قوله. تطورات عسكرية وحرب كلامية توحي بأن الوضع في المنطقة برمتها قد يشهد ارتفاعا في منسوب التوتر، وربما صداما عسكريا أوسع لن يكون بالتأكيد في مصلحة أحد. أنور العنسي، بي بي سي. معنا عبر سكايب من طهران الدكتور حسين رويوران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، ومن واشنطن باربرا ليف الزميلة الزائرة المتميزة في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، وفي الاستوديو المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد سرور الصبان. أهلا بكم جميعا. دكتور محمد، استهداف الناقلتين السعوديتين لم يتبعه إعلان سعودي موقف واضح من الخطوة المقبلة. سمعنا أنه هذا الموضوع يجب أن يؤدي إلى تحرير الحديدة عمليا، ولكن أكثر من هذا التصريح الصادر عمليا من الإمارات وليس من السعودية لم نسمع أي شيء آخر من السعودية. السعودية، بسم الله الرحمن الرحيم، السعودية تبنت موقف عملي وهو أنها قد أوقفت شحن بترولها عبر باب المندب، وهذه الخطوة في هذا الوقت بالذات تعطي المجتمع الدولي إحساسا بأن المملكة العربية السعودية بالرغم من أنها دائما وأبدا تؤدي دورها في استقرار سوق النفط، إلا أن هذا الوضع الغير آمن لباب المندب يحتم عليها أن توقف شحناتها النفطية عبر هذا باب المندب، وتحتم عليها أن تنبه المجتمع الدولي أن إيران
قد تجاوزت كل الحدود. ولم نصدر يعني لم نرى صور لعملية الاستهداف، لم نرى موقف واضح للسعودية، فقط يعني قرأنا عن الخبر عمليا باستهداف الناقلتين وعن تحويل الرحلات الى عبر رأس الرجاء الصالح، لكن لم نرى اكثر من ذلك. لماذا باعتقادك هناك يعني وكأنه نوع من التقليل من شأن هذه الحادثة؟ لا، في الواقع هذه حادثة كبيرة جدا، ولا يعني اطلاقا ان هنالك تقليل من شأنها. المملكة العربية السعودية على لسان وزير الطاقة، وهذا مصدر مسؤول في الحكومة السعودية، يوضح ان الناقلتين قد استهدفتا وأنها تضررت وأنه لا يمكن تكرار ذلك، ولكن في نفس الوقت سوف نقف أو نوقف شحن بترولنا عبر مضيق باب المندب. أعتقد هذه واضحة وصريحة وتعطي الكل إشارة إلى أن إيران قد تجاوزت الحدود. تجاوزت الحدود، لكنها منعت السعودية من استخدام باب المندب، يعني هكذا سيفسر الإيرانيون هذا القرار، والذي ستكون بالنتيجة المباشرة له خسارة مصر لعائدات مرور النواقل الناقلات النفطية عبر قناة السويس. أعتقد يعني أن هذا الموقف مؤقت حيكون، لأن المجتمع الدولي لن يترك إيران تتصرف كما تشاء. هي قد تم إنذارها سواء بالنسبة لمضيق هرمز أو بالنسبة لباب المندب، أن هذه خطوط حمر بالنسبة ليست فقط الآن، هي تستثير ليس فقط الولايات المتحدة وإنما أيضا الاتحاد الأوروبي. معظم الشحنات التي تذهب عبر باب المندب تذهب إلى أوروبا، فحينما ترى أوروبا أن إمدادات النفط قد تعرضت للخطر لا يمكن أن تسكت. ولهذا ربما المملكة تترك للآخرين أن يتصرفوا إزاء هذا الموضوع. طبعاً. دكتور حسين روي وران، بالنسبة لإيران ربما لم يعني ينتظر كثيرون أي إعلان إيراني أو أي تبني إيراني أو أن يصدر اعتراف من إيران أنه هذا أمر عمليات صدر لجماعة الحوثي بأن يستهدفوا هاتين الناقلتين بعد كل التراشق اللي صار بين الرئيس روحاني والرئيس ترامب، ودخل على خطه أكثر من مسؤول إيراني آخرهم كان قاسم سليماني عندما قال إن البحر الأحمر لم يعد آمنا لوجود الأمريكيين فيه. وبالتالي هل استهداف هاتين الناقلتين هو يعني رسالة أو عمليا الإيذان ببدء مواجهة من نوع آخر بين إيران وخصومها في المياه الدولية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام. يعني أنا أتصور أنه من الصعوبة يمكن ربط هذا الموضوع بإيران. أولا يجب أن لا ننسى أن هناك حرب ولمدة 4 سنوات من قبل السعودية على اليمن، ومن حق اليمن أن ترد على السعودية سواء في استهداف ناقلاتها أو بارجاتها الحربية أو طائراتها. من هنا يعني تجاهل هذه الحقيقة التي يعني تؤطر السلوك أنصار الله والجيش اليمني، يعني هو ليس في محله. هذا أولا. ثانيا التزامن الذي يعني حدث، فسر لي كيف هو ليس في محله، يعني كيف يمكن قراءة تصريح قاسم سليماني بغير القراءة التي قدمتها لك أنا، يعني عن أنه الربط بين تصريح قاسم سليماني واستهداف الناقلتين؟ لا، ما أريد أن أقول يعني أن ما يحدث في اليمن هو مرتبط مباشرة بالحرب السعودية الظالمة ضد الشعب اليمني، ورد الفعل اليمني على ذلك يعني مبرر. أن يقول قاسم سليماني أن البحر الأحمر لم يعد آمنا نتيجة ما حدث، أتصور أنه تحصيل حاصل، يعني ليس هذا الموضوع بحاجة إلى تنبؤ كبير. يعني ما حدث الآن نعم هو شكل من أشكال اللا أمن في مضيق باب المندب نتيجة لما حدث، ولكن ربط الموضوع بإيران يعني التزامن يمكن أن يعني يجعل البعض يقفز إلى هذا الاستنتاج، ولكن إيران لا زالت تصر أن لا ارتباط بينها وبين ما حدث
في البحر الأحمر. يعني وباعتقادك أنه يعني إذا قام أحدهم باستهداف ناقلة نفط إيرانية لأنه على خصومة مع إيران فسيعتبر هذا أيضا مبررا، يعني بالنظر إلى يعني التبرير الذي قدمته حضرتك لجماعة الحوثي، إذا ما طبقناه في الحالة المعاكسة فإذا ضربت ناقلة نفط إيرانية سيعتبر هذا الأمر أيضا مبرر. لا، غير مبرر. إيران لم تعلن الحرب ضد أي طرف في هذه المنطقة. السعودية أعلنت الحرب ولمدة 4 سنوات في هذه المنطقة. إيران لم تعلن الحرب لا ضد اليمن ولا ضد السعودية ولا ضد أي طرف في المنطقة. نعم، هناك اتهامات لإيران في أنها تدعم هذا الطرف أو ذاك، ولكن هذا لا يعني أن إيران قبلت هذه الاتهامات أو أن هذه الاتهامات ثبتت ضد إيران. أستاذة باربرا، برأيك هل سنرى موقفا أمريكيا هذه المرة فعليا من الرئيس ترامب على هذا الاستهداف الذي يهدد بحركة الملاحة النفطية عبر مضيق باب المندب، أم أن ترامب ربما يغرد تغريدة وينتهي بعدها الموضوع؟ لو سمحت لي أود أن أقول أنه من السهل أو من الضرورة أن تكون أصابع الاتهام موجهة إلى إيران، لأن الحوثيين لا يملكون الوسائل أو القدرة على استهداف الخط الملاحي في باب المندب. بالمقابل إيران لديها تلك القدرات. أؤكد أن طبعا الأمريكيين سوف يتحدثون إلى السعوديين في الرياض لمناقشة احتمالات ردود الفعل وحماية الملاحة المدنية عبر باب المندب. ما هو شكل ردود الفعل التي يمكن أن تناقش باربرا، بالنظر إلى أنه ليس هناك أحد لديه شهية في أن يفتح حرب حقيقية اليوم مباشرة بين إيران مثلا والولايات المتحدة، على اعتبار أنه إيران أعلنت مرارا وتكرارا أنها جاهزة لمثل هذه الحرب وحذرت الولايات المتحدة على لسان قاسم سليماني من أنها يعني تجيد الحرب غير المتكافئة وستؤلم الولايات المتحدة إن هي فكرت في فتح حرب معها؟ طبعا إيران لا تقوم دائما بإعلان الحرب عندما تنخرط بالحرب. نحن رأينا ذلك في اليمن ورأيناه في العراق وفي سوريا. أما بالنسبة لسؤالك حول ما إذا كانت أو أين سوف تتموضع واشنطن، الإدارة هنا الأمريكية تركز بشكل أساسي على الأولويات الاقتصادية وعلى العقوبات ضد إيران. نعم، ولكن العقوبات مرتبطة بشكل وثيق باربرا بمسألة الحرب، لأنه كان روحاني ولا سليماني ولا غيرهم قالوا بشكل واضح أنه أي ناقلة نفط إيرانية ستمنع من مغادرة الموانئ الإيرانية أو من إذا منعت إيران من تصدير نفطها فستمنع الدول الأخرى أيضا من تصدير نفطها، معنى ذلك أنه نربح معا ونخسر معا، وهذا الكلام في طياته يعني الحرب. لا أعتقد ذلك. نحن رأينا مثل تلك التهديدات في سابق في مضيق هرمز وفي باب المندب على مدى سنوات. أما الجديد في هذا السيناريو هو أنه على مدى السنوات الثلاث ونيف الماضية هناك قدرات تقوم بها إيران أو بتوفيرها إيران لجناح عسكري يشترك في الحرب في اليمن، وإذا كانوا هم من يهددون فذلك بوسائل حلفائهم الإيرانيين. تمام. دكتور ويوران، بدل الموضوع لكثيرين خاصة يعني إذا ما قرناه بسلسلة التغريدات للرئيس ترامب والتصريحات للمسؤولين الإيرانيين وكأنه يعني مشادة من فوق أسطح المنازل لن تؤدي عمليا إلى أي
مواجهة حقيقية بين إيران والولايات المتحدة، وهي أشبه إلى حد كبير بتلك بذلك التصعيد الكلامي بين ترامب وكيم جونغ أون قبل لقائهما الماضي. وبالتالي هل هناك مفاوضات إيرانية أمريكية دائرة في هذه الأثناء؟ هل يمكن أن يكون ذلك يقع فعلا بينما نحن نتكلم الآن؟ يعني أنا أستبعد الآن. أولا، منذ انتصار الثورة الإسلامية قبل 40 عاما وأمريكا تهدد إيران، من هنا تهديد إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ليس أمرا جديدا. الناس في إيران تعودوا وتعايشوا مع هذه التهديدات خلال 40 سنة. أمريكا استعملت يعني الهجوم العسكري المباشر في طبس، استعملت الحرب غير مباشرة من خلال صدام، استعملت كل الأدوات الممكنة، الحصار، فرض العقوبات إلى آخره. من هنا السلوك الأمريكي تجاه إيران هو سلوك متعارف ومكرر تجاه إيران. الموضوع الثاني، يعني إيران ترى أن أمريكا ليست في ظرف أولا تستطيع أن تهاجم إيران عسكريا أيضا، وإيران ليست أساسا في وارد الحرب، ولكن فيما يخص يعني السؤال الذي تفضلت التفاوض. به هل هناك نعم. مفاوضات تجري الآن؟ أنا أستبعد وما نسمعه من تصريحات هو إما للتعمية عليها أو للدفع أساسا بكل الأطراف إلى حافة الهاوية، وعندما يدرك الجميع أنه بات على حافة الهاوية يستدير ويذهب إلى طاولة المفاوضة. يعني أولا أنا أستبعد أن تكون إيران مستعدة للتفاوض. صحيح أن الرئيس ترامب أعلن أنه يمكن أن يكون هناك اتفاق جدي ومتكامل مع إيران قبل يومين، ولكن في إيران الكل يقول أن الظروف غير مؤاتية. إيران يقول لا ذلك يمكن عندما كانوا يلتقون مع الأمريكيين في عمان، يعني قبل الاتفاق النووي. صحيح هذا الكلام حدث، ولكن يجب أن لا ننسى أن الآن عنصر الثقة مفقود لدى الإيرانيين. يعني إيران تقدمت وفاوضت لسنوات ووقعت على اتفاق وألغته أمريكا. من هنا أين عنصر الثقة لدى إيران للدخول في مفاوضات جديدة واتفاق جديد يمكن أن يلغى أنه من خلال الرئيس ترامب أو غيره؟ دكتور صبان، ألا تخشى المملكة العربية السعودية من اتفاق أمريكي إيراني دعا إليه الرئيس ترامب؟ يعني بعد أن صعد في الكلام ضد الإيرانيين قال لهم تعالوا لنفاوض ونناقش ونتفق على اتفاق جديد يوقف فعليا البرنامج النووي الإيراني، وليس كذلك الذي وقعتموه مع باراك أوباما. هذا قد يلبي طموحات الولايات المتحدة أو هواجسها، ولكنه لن يلبي هواجس السعودية. لا تنسي أن الرئيس ترامب في دعوته هذه كان قد ذكر وفقا لشروطنا، بمعنى آخر ليست فقط شروط الاتفاق النووي، وإنما تدخلات إيران في المنطقة، مساعدتها للحوثيين، مساعدتها للسوريين، مساعدتها للعراقيين إلى آخره. فكل هذه الأمور ستكون مجال بحث للطاولة. إن وافقت إيران كان بها، لا أحد يريد الحرب، ولكن إيران بتتمادى وهي تسرع بس ما الذي يجعلك تعتقد أنه ما يتحدث أو ما يقصده ترامب بشروطه هو نفسه ما تعتقد المملكة العربية السعودية أنه شروطها؟ لأنه كررها أكثر من مرة أن هذه هي شروط، لا يكفي أن نعقد اتفاقا نوويا بحتا، وإنما لابد أن يشمل صواريخ البالستية، يشمل عدم تدخل إيران في المنطقة. لأنه إيران تجاوزت، يعني أصبحت كالطفل المراهق يبحث هنا وهنا بس وهنا. بس عليه أن يؤلم إيران حتى يأتي بها إلى طاولة المفاوضات، ولم يؤلمها بعد. يعني حتى العقوبات التي يتوعد إيران بها ليست عقوبات أممية، وبالتالي إيران ستجد الأبواب الخلفية الكثيرة حتى تتجاوز هذه العقوبات. لا، هي عقوبات أممية، لأنه الآن ليس كمثل العقوبات في عام 2012 حينما كانت دون معاقبة الشركات التي تتعاون مع إيران. الآن أي شركة وأي دولة تشتري من إيران النفط سيتم معاقبتها من قبل الولايات المتحدة. الولايات المتحدة، ولكن لن يكون هناك قرار في مجلس الأمن بعقوبات على، وهذا ما قصدته بالعقوبات الأممية. ولا من الاتحاد الأوروبي. ولا من الاتحاد. لكن الآن في ظل التطور الأخير لأمس وضرب الناقلات، أولا أخي من طهران يقول أنه
لا 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 دخل لنا بالحوثيين. هذا غير صحيح. كل العالم كله أثبت أن هناك تدخل إيراني صارخ في اليمن وأنها هي السبب في إبقاء الأزمة كما هي. المملكة هو يقول أنه أساسا يعني الحوثيون بضربهم لهذه الناقلة يقومون بعمل مبرر، السعودية تقصفهم من الجو ليل نهار، وبالتالي إن قاموا هم باستهدافها مرة في البحر فهذا أمر مبرر بالنسبة إليه. هذا ما لا يمكن تبريره. الدول جميعها سواء مستهلكة أو منتجة حينما تعرف أن النفط السعودي، على فكرة الدولة الوحيدة التي تمتلك طاقة إنتاجية فائضة من النفط هي المملكة العربية السعودية بمقدار حوالي 2 مليون برميل يوميا. والآن العالم بحاجة إلى مزيد من الإنتاج نتيجة لاختفاء جزء كبير من إنتاج فنزويلا، أنغولا، ليبيا، نيجيريا إلى آخره. ترامب بحاجة لكثير من الإنتاج حتى يبقى سعر النفط رخيص. غير ترامب، هذه حاجة الحاجة لاستقرار الأسواق. المملكة العربية السعودية تاريخيا ساهمت في إطفاء كثير من الأزمات التي نتج عنها نقص في الإمدادات عن طريق استخدامها للطاقة الإنتاجية الفائضة. هي تبقي دائما وأبدا 2 مليون برميل يوميا طاقة فائضة مكلفة مكلفة، لكن هي تعرف دورها ولذلك سميت بالمصدر الموثوق والآمن في سوق النفط. الآن إيران بتحرجها بعدم أمان الممرات الملاحية، يؤدي هذا حتما إلى توقف الشحن وارتفاع الأسعار. لكن الأسعار وارتفاعها سوف لن تلام المملكة العربية السعودية لأن المملكة جاهزة. لكن إذا ارتفعت الأسعار أستاذة باربرا سيكون ذلك مؤلما بالنسبة للرئيس ترامب وإنجازاته الاقتصادية في الداخل الأمريكي، أليس كذلك؟ وهذا ما سيجبره في محل ما على إعادة النظر في سياساته، أليس كذلك؟ أن عدم الاستقرار في سوق النفط وأسعار النفط هو طبعا مرتبط بالسوق الدولي، ولهذا هذا لا يهم كثيرين. إذا ما كان هذه الأسعار وهذا التصاعد خرج عن السيطرة، لا هو من صالح إيران ولا من صالح أي طرف آخر. ما أستطيع قوله هو أن كثيرين ربما يقولون يتهمون إيران بمسؤوليتها الأولى لما حدث في البحر الأحمر، ولكن طبعا هذا لا يعفي الحوثيين لأنهم على الأرض، لأن لديهم القدرات، ربما غير قادرين على السيطرة على الميدان بكافة عناصره. فإذا هنا تقع مصداقية خطوط الملاحة البحرية والسوق الدولية. إذا هنا تصبح المسألة مسألة دولية وليست مسألة إقليمية أو إيرانية أو سعودية فقط، ولا أحد يريد لإيران أن تكون منعزلة أو معزولة ومحرجة وتخرج من اللعبة بشكل كامل. ولكن يعني هدف العقوبات هو هذا الأمر بالتحديد أستاذة باربرا الذي تقولين عنه، هل برأيك سيصار إلى طرح مسألة قوة دولية مثلا أو نشر شيء من الحماية الدولية للطرق البحرية التي ينقل النفط عبرها كإجراء وقائي من تكرار العمليات التي شهدناها اليوم؟ عند منعطفات كثيرة مع شركائنا من الدول الأخرى قمنا بحماية وزيادة الحماية لتلك الخطوط الملاحية، ولابد أن تقوم الإدارة الأمريكية بشيء مماثل مرة أخرى، ولكن هذا لن يحل المشكلة بشكل جذري خصوصا مع استمرار الأزمة في اليمن. مارتن جريفيث المبعوث الدولي والدعم الذي يتلقاه من الأسرة الدولية هو ما يجب إفساح المجال له من أجل إحقاق التغيير في الميدان. أما فيما يتعلق بأنشطة إيران فالجواب في طهران.
شكرا لك باربرا ليف، الزميلة الزائرة في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى من واشنطن، والمستشار الاقتصادي والنفطي دكتور محمد سرور صبان، شكرا جزيلا لك. ومن طهران دكتور حسين روي، وران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، شكرا لك. على فكرة كانت الصورة معكوسة على الأسماء بالعكس. أرجو أني أنا ماني إيراني ولد أكيد الدكتور روي وران يريد أن يكون سعودي. شكرا لكم جميعا على أي حال. شكرا.